أيام من ذكرى 25 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين. احنا 25 سنة قلناها ونكررها، 25 سنة من الإنجازات، 25 سنة من الأوراش في مختلف المجالات. يعني الحكومة تقول بغيت تربي هاد الطلبة، هادو أبنائنا، وهذا ممكن إنقاذ يعني هذه السنة. فإذا احنا أمام واحد الأزمة اجتماعية غير مسبوقة. هذا خصو ينعكس، خصو ينعكس علينا في التشريع، خصو ينعكس علينا في الرقابة. جنا اللي درنا ديال التسخين مخطط المغرب الأخضر، علاش ما خرجاتش؟ فإذا احنا كنقول للحكومة اللي تبادر دير انتخابات سابقة لأوانها باش تشوف الثقة ديال واش بقى لما بقى. بالنسبة لهذه الدورة، الدورة الربيعية، للأسف الشديد يمكن نسجلوها بأنها هي أضعف دورة على جميع المستويات، على المستوى التشريعي لأنه يعني كنا دون المعدل اللي كان كيتحقق على الأقل قبل الدستور وحتى من بعد الدستور فيما يتعلق بالدورات. فإذا درنا تسعود ديال المشاريع ديال القوانين، أو تقريبا بواحد سرعة غير معقولة لبعض القوانين. صحيح دوزنا 13 مقترح قانون، هذه إيجابية لتدارك هذا النقص على المستوى يعني المبادرة الحكومية، ولكن كيبقى دون المستوى اللي كنطمحوا له جميعا، لأن البرلمان طبقا للفصل 61 من الدستور هو اللي كيشرح، وهناك قضايا كثيرة اللي كيعيش فيها المجتمع واللي كتعرف عدة اختلالات يعني من حيث يعني احنا اللي كاين تدرك من حيث التشريع ما كاينش تفاعل مع التعديلات ديالنا فيما يتعلق بهذه المشاريع حتى هو دون المستوى، لانه واخا كنتكلموا على انه قانون المسطره المدنيه من نص 144 و 1161 تعديل تم قبول 28% 270 الى غير هذاك، ولكن هي تعديلات شكليه التي قبلها، تم التعديلات الجوهريه لم تقبل. خلينا باش نكونوا اكثر وضوحا، التعديلات الجوهريه التي تمس يعني الجوهر ديال النص، خلينا نتكلم على جوج نصوص اساسا من ناحيه التشريعيه. عندنا النص متعلق بالمسطره المدنيه ما يتعلق بالمساواه بين المتقاضين، يعني فرقنا ما بين الدوله وما بين المواطن العادي، اعطينا كل الحقوق للدوله والجماعات الترابيه والشخص الاعتباري، في حين ان المواطن ما عطيناش نفس الحقوق. درجه التقاضي مسيناها، ماشي كل المواطنين كيديروا جوج ديال الدرجات ديال التقاضي. هاد يعني درنا غرامات غير معقوله، قدمنا فيها تعديلات، عطينا سلطه كبيره تمس بالاستقرار والامن القضائي فيما يتعلق بماده 17. يعني ثم مسينا بالدستور للفصل 6 كيتكلم على كل شيء متساوي امام القانون. فتعديلات كثيره فيما يتعلق بالهيئات المهنيه اللي كتشتغل مساعده للقضاء وعلى راسها المحامون، مسوا مسا كبيرا في هذا الموضوع، لانه عدد من الجوانب اللي خص يكون فيها المحامي. يعني ادخلنا شريكا اخر اسميناها موكل ولا غير ذلك، في حين او وكيل، في حين انه هذا كان خصنا نمشيو في واحد النوع من المأسسة ديال الترافع، ثم كنفتحوها في بعض المجالات، بمعنى نفتحوها في النقد والإبرام، في حين ان المحامي كيقضي على الاقل 15 عام كيجيب الإجازة او بالماستر، كيخضع للتكوين، كيخضع للتمرين الى غير ذلك، وكنجيو حنا كنقارن يعني في نفس الدرجة كنعطيوها لواحد السيد اللي ما عندوش هذا الشيء. يمكن إذا كان عنده هذا الشيء معنا مشكل، ولكن فإذا العدد من التعديلات التي مست هذا الجوهر هذا ديال التقاضي وديال النجاعة القضائية وديال تنزيل الدستور وديال تنزيل المنظومة الحوار الاجتماعي، الحوار حول خطة حول العدالة، حول منظومة العدالة، أو متعلق بالنموذج التنموي، أو متعلق بالبرنامج الحكومي، أو متعلق بالإشكالات اللي كانت في المجتمع اللي خصها تحل ما تحلاتش، ملي كنمشيو للتبليغ نفس الأمر. فإذا التعديلات الجوهرية لم تقبل، فأبقينا على النص يعني في جوهره وفي روحه كما كان، مسكونا بالغرامات، مسكونا
يعني بالعدم المساواة بين المواطنين، بعدم المساواة بين المواطنين والدولة، مسكونا بالترهيب، لأنه واحد العدد ديال الأمور التي يمكن أن تقع في الجلسة. أعطينا للقاضي ولرئيس الجلسة لكي يفرض غرامات إذا سمع شي مصطلحات وإذا كان شي سلوك إلى غير ذلك. ثم فإذن ملي كنجيو للقانون المتعلق بالمراكز الجهويه والاستثمار، نفس الامر. يعني حنا كنا كنتمناو اننا نتقدم، عملنا قانون ديال المراكز الجهويه في 2018 خرج في 2019، ثم جاء قانون الاطار ديال الاستثمار كنا كنقولوا نتقدموا فيه. حنا تراجعنا تراجع خطير جدا. فاذا ما معنى انه توجيهات الملكيه يعني ما مشيناش ما نزلناهاش، يعني وتوجيهات يعني في خطابات ديال الملك لا ديال السنه ما قبل الماضيه ولا السنه الماضيه، كلها توجيهات اللي هي واضحه في هذا الشان ما مشيناش فيها. فيما يتعلق بالاختصاصات، تنزيل الديمقراطي للدستور، اختصاصات والصلاحيات ديال الجماعات الترابيه مسيناها ضدا على التراتبيه ديال القاعده القانونيه. ثلاثة، أنه كان عدة إشكالات مرتبطة بالاستثناء، جينا وكنقولوا الاستثناء فقط فيما يتعلق بالفندقة والصناعة، وكأننا نقول بأن هذا الشيء غنعطيوها لناس معينين، يعني لأشخاص معينين، ثم ربطنا الاستثناء برئيس الحكومة، وحنا أصلا نشكو من تضارب المصالح. فمع السرعة، مع قلة القوانين، ومع هذه النتيجة، فإذا من ناحية تشريعية نحن أمام واحد الحصيلة اللي هي متواضعة جدا على المستوى الرقابي. خلينا نقول بأن عرفت هاد الدورة واحد انتكاسة كذلك، واحد تراجع خطير، لأنه لا من حيث الحضور ديال رئيس الحكومة ما كيحترمش الدستور من حيث الحضور، ولا من حيث الحضور ديال الوزراء وخادرين الأخطاب، ما عمرنا وصلنا لنصف العدد اللي خصو يحضر في كل قطب. لا فيما يتعلق بتفعيل النظام الداخلي، لا في المادة 152 أو غيرها، لا فيما يتعلق بمهام استطلاعية، لا فيما يتعلق باستدعاء الوزراء للجان. فإذا في الجانب الرقابي، وخا اليوم كنتكلموا على 17,000 خلال الولاية كلها، وجاوبت الحكومة على 12,000، لكن هذا الكم بغض النظر عن نوعية الجواب إلى غير ذلك، يبقى غير كافي في التفاعل ديال الحكومة مع البرلمان على هذا المستوى ديال الرقابة. وإذا ضفنا له بأنه لا يعكس، لأن البرلمان هادو ممثل الأمة، يخصهم يعكسوا داكشي كيف المجتمع. شنو كيف المجتمع؟ كيف المجتمع؟ الحكومة كتتكلم على مؤسسة الحوار، حنا كنوجدوا كاين الإضرابات، كاينة أزمة اجتماعية خطيرة وكبيرة. أهم القطاعات مشلولة، عندك التعليم مشلول، الصحة مشلول، القضاء مشلول، المراكز الجهوية والاستثمار مشلولة، واحد العدد من القطاعات الأخرى مشلولة. فإذا الطلبة ديال الطب يعني القطاع حتى هو مشلول. فإذا حنا أمام واحد الأزمة اجتماعية غير مسبوقة. هذا خصو ينعكس، علينا في التشريع، خصو ينعكس علينا في الرقابة، ويكون حاضر، لأن المؤسسة هي حنا كنمثلوا الشعب، كنمثلوا المواطنين، كنمثلوا الأمة. هذا الشيء ما كنلقاوهش، وبالتالي الحصيلة على هذا المستوى ضعيفة. كاين حنا كما تعرف انسحبنا مرتين، لأنه كاين هذا النوع من انسحبنا لأنه كاين هذا المشكل هذا ديال عدم التفاعل، وديال بعض الأحيان خرق للنظام الداخلي. فإذا انسحبنا باش نقولوا هذا شيء بركة. طبعا تم التجاوب على مستوى المقترحات، نسجله بإيجابية، ولكن على مستوى الرقابي باقي لنا بعيد. فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية اللي هو لا اختصاص حصري ولا اختصاص ديال البرلمان، دابا كنتكلموا على 3 أو 4 ديال اللجان الموضوعاتية، وكنتكلموا على تقييم السياسات العمومية، ودرناه على ما يسمى بالقانون 113 متعلق بالعنف، بمكافأة يعني محاربة العنف ضد النساء. مزيان، ما قلناش ماشي مزيان، ولكن اين هي اللجنه الاخرى؟ فين هو اللجنه اللي درنا ديال تقييم مخطط المغرب الاخضر؟ علاش ما خرجاتش؟ ياك من 2022 فاش درنا، علاش ما خرجاتش؟ من وراء هذه العرقله؟ لان هذه سياسه عموميه خصها تقييم، ودارت اللجنه ولم تفعل لحد الساعه. لماذا هذا الهروب؟ حيث رئيس الحكومه هو اللي كان في الفلاحه؟ اذا حنا ما كنستحضروش المصلحه ديال البلاد. ففي المجمل نقول نحن في حاجه، بالنظر لهذه الوضعيه الان، نحن في حاجة، وحنا سمعنا الحصيلة المرحلية اللي كانت خلال هذه الدورة، نحن في حاجة إلى نقطة نظام سياسي. أنا قلت يجب أننا نديروا واحد
الانتخابات السابقه الاولانيه، لان كل المؤشرات ملي كنشوفوا الازمه كنشوفوا التقارير ديال الهيئات. دابا عندنا التقرير ديال الاي سي بي اللي كيتكلم على الثقه، جميع المستويات نازله، لا بالنسبه للحكومه لا بالنسبه لعدد من الثقه في المؤسسات. ملي كنشوفوا يعني البارومتر العربي نفس الامر، ملي كنشوفوا التقرير الخارجيه حتى هو كيتكلم على في ايجابيات وكيتكلم على نفس الامر. في ملي كنشوفوا الوضع العام ديال هذه الازمه شنو هو عنوان ديالها، عنوان عدم الثقه. فاذا حنا كنقول للحكومه اللي تبادر دير الانتخابات السابقه لاولانيه باش تشوف الثقه ديالها واش باقا ولا ما باقاش، واش الثقه ديالها باقا ولا ما باقاش، عوض ان ندخلها في المجهول، يعني مع هذه الاضرابات مع هذه الاعتصامات مع هذه الوقفات مع هذه الاحتجاجات مع هذه المسيرات، ما بغيناش ندخلوا بلادنا في المجهول. فلذلك هذه نقطه النظام السياسيه حنا كنطالبوا بها لكي تكون لكي نوفر على بلدنا يعني الزمن الذي اضعناه للاسف الشديد مع هذه الحكومه. دابا ملي جلسنا مع الطلبه نقلنا لهم شنو قالت الحكومه وسمعنا منهم وقلنا لهم اودي حاولوا انتم تركزوا المطالب ديالكم، وبالفعل يعني واخا ما جاوبوناش ولكن التركيز وقع دابا على اربعه ديال النقاط. وقع على الجدول الزمنيه، ست سنوات سبع سنوات بالنسبه للناس اللي كيقراو دابا اللي في السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، لانهم في المحصله هما كيستافدوا فقط 3900 ساعه ويستافدوا فقط من حوالي 12 سيمستر، في حين انهم دوزوا الامتحان ودخلوا لهذا ونجحوا وفقا لقانون سابق اللي فيه 14 سيمستر فيه 4500 ساعه وفيه سبع سنوات ديال الدراسه. طبعا الست سنوات اللي غيطبقوا على الافواج اللي غتجي ما كاين مشكل، ولكن هادو عندهم مشكل. ثم الموقوفين يرجع الموقوفين كيطالبوا قرار يعني ديال توازي، نفس القرار الهيئه التي اصدرت يعني نفس الهيئه التي يجب ان تلغيه باش هادشي نمشيو لهذا. وثم قضيه المحضر، حنا قلنا لهم قضيه المحضر والثقه يجب ان نتجاوزها، لذا بقينا في هاد الثلاثه وحققناهم. فلذلك انا كنظن بانه الكره اليوم عند الحكومه، الكره اليوم عند الحكومه لانقاذ السنه، وانا كنقول ما زال هناك امل لانقاذ السنه، لا زال هناك امل باش نخرجوا من هذه الوضعيه. ولا حلينا واحد الاشكال اللي كاين، واحد الصراع للاسف الشديد داخل الحكومه، داخل الحكومه من له اليد الطولى في حل هذا المشكل او في تأزيمه. وهذا الصراع للاسف الشديد ما بغيناش، راه كان في قطاعات اخرى، حنا بغينا الحل لهذ الطلبه، وان الحكومه ورئيس الحكومه كيما مشى جلس مع العمداء مع وزير التعليم العالي وقال ودي خصهم اليوم ما بقاش شي حاجه كثيره، كيخص تكون عنده الجراه وتكون عنده المسؤوليه ويكون عنده الوضوح ويدير قرارات شجاعه واضحه لحل هذا الاشكال. راه بقات عالقه في ثلاث نقاط اللي هي بسيطه، الحكومه دارت فيها واحد المجهود مقدر ما كان فيهاش، اليوم فيه خص يكون فيه الوضوح الشامل، لا من حيث الجدوله، لانه الان كاين اللي كيقول لن تنقاد، لا ممكن انقاذها اذا درنا واحد الجدوله اللي كنحترموا فيها ان كل طالب يدوز جوج دورات في جوج ديال جوج الفرص، يعني الدوره عاديه ودوره استدراكيه، ويكون بين المواد واحد نوع من في الدوره الاولى، يعني كنقصد الدوره الاولى تكون واحد نوع من يعني من 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 من, من فترات ديال الاعداد. فكنظن كيمكننا نقدوها، كيمكن نقدو السنه، ولا زال الامل كبيرا. المسؤوليه الكبيره اليوم على الحكومه، اذا خرجت ببلاغ واضح في هاد ثلاث نقاط بوضوح، ها سبع سنين بالنسبه لهاد الطلبه، ها الموقوفين هاش غندير فيهم، ها الجدول الزمني المقترحه الجديده، كنظن بانه الطلبه حتى هما قلنا لهم بركه من هاد السيرواجي اللي ندير الجمعه العامه ورجع من عند الجمعه العامه، قلنا لهم خصهم يتحملوا مسؤوليتهم. يبدو وانه هادو هما النقاط اللي كبيره بقات عالقه، كيخص الحكومه دير فيها مجهود وتحل المشكل في اقرب الاجل، وهذا ممكن انقاذ يعني هذه السنه. وما خصش يوقع تعنت، يعني الحكومه تقول بغيت تربي بغيت تعاود تربي ولا تقر ولا تربي هاد الطلبه، هادو ابنائنا، ابناء الشعب، ابناء ديال من هاد الشعب، كيخصنا نسعى الى انقاذ وما ندخلوش يعني في واحد النوع من كسر العظام مع الطلبه. هادو طلبه، هادو وليداتنا، هادو مستقبل ديالنا، كيخص الحكومه تحمل مسؤوليتها الان. هذا الموضوع ديال الحمايه الاجتماعيه عندنا فيه اشكالات،
جات الحكومه كتبنا وقلنا لها ودي انت الروح الاجتماعيه ما عندكش. قلنا الرئيس الحكومه لان ما يمكنش شي واحد اللي هو ليبرالي وكيامن بهذا يعني يحس كما يحس المواطن وكما كان كما كنحسوا حنا بالطبقه المتوسطه والطبقه الهشه والفقيره. هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه الذي رعاه جلاله الملك دار فيه واحد الجدوله. هذه الحكومه اولا ما احترمت الجدوله. جوج التمويل هاد 51 مليار ديال الدرهم فيها اشكال. النفقه فيها اشكال لانه جينا حنا 2023 كنقولوا عدد اللي غادي يستافدوا العدد الذي حدد مع جلاله الملك هو 22 مليون واللي خصو يكونوا في 22 حنا ما دخلناهم حتى ديسمبر 23 ولكن حنا اش كنقولوا دخلناهم في ديسمبر عفوا ولكن حنا اش كنقولوا الحكومه جات 23 قالت لنا عدد الطلبات اللي عندها ديال الرميد هما 18 مليون فاصله 3 ولا فاصله 4. ملي كتجي اليوم في 2024 كتقدم لنا الرقم 10 المليون كنقول لها فين مشى 8 المليون. هاد 8 المليون هما اللي كنتكلموا عليهم هما اللي كنجدوهم كنجبرهم عند الناس هما اللي جا القانون 21-24 اللي كيقول لهم خصكم تاديو. فاذا حنا امام واحد الاختلال في التنزيل. كاين اختلال كذلك في التنزيل فيما يتعلق بالمساهمات. دابا الناس اللي منخارطين اللي كان خصهم ينخارطوا ما انخارطوش ملي كناخذوا الفئه ديال الناس اللي عندهم المساهمه المهنيه الموحده شحال انخارطوا وشحال اداوا وشحال ما كاينش. ملي كنتكلموا على الناس على بين قوسين القادرين واحد 3 مليون دابا الان الكلام حول 1.87 اللي تسجلوا 27% هما اللي اداوا. معنى احنا امام واحد ملي كنضيفوا له الاشكال الاكبر وهو انه هاد الناس اللي كانوا في رماد واللي كانوا كيداو بجوج المليار ديال الدرهم اليوم رفعنا قللنا من العدد عوض 18 مليون يلاه 10 مليون وزدنا في التمويل عوض جوج المليار كتعطي الدوله كتعطي اليوم 9.5 مليار ديال الدرهم. لكن شكون اللي كياخذ 9.5 مليار ديال الدرهم؟ ماشي القطاع العمومي والقطاع الخاص. فإذا حنا كأننا درنا واحد المقاصة جديدة لواحد الجهة معينة. فلذلك حنا حين نتكلم على القطاع حنا مع القطاع الخاص حنا مع المبادرة الحرة حنا مع الاستثمار في القطاع ديال الصحة الخصوصي. لكن حنا كذلك مع الحكامة ما يمكنش نهائيا أنه نبدلوا الفلوس ديال الشعب دون رقيب في هذا الموضوع. ولذلك أثرنا انتباه الحكومة ولا زلنا نثيره معه كنقولوا لا ما يمكنش نهائيا ان نسمح بذلك لانه ممارسات قد كتبنا بانت في الاشهار بانت في الاستثمار اللي كيدار بواحد الطريقه سريعه دارت في الاتفاقيات اللي كاينه مع القطاعات دارت في عدد ديال الاستشفاءات اللي كاينه. واش دابا عدد الاستشفاء واش المرض زاد عندنا دفعه واحده؟ المغرب معروف جايب برامج من الستينات والناس الذين اللي كينعسوا وكنداويهم وكنفتحوا لهم معروفين. فإذا ملي كنشوفوا العدد ديال الاستشفاءات في القطاع الخاص قبل الحماية الاجتماعية وبعد الحماية الاجتماعية زاد علاش زاد؟ واش زاد واش زيادة طبيعية؟ واش الناس مرضوا حقيقة؟ باش حنا زدنا في هذا العدد ديال الأيام وباش نفيدوا في عدد في التكلفة ديال الاسترجاع اللي كيستافد منها كتستافد منها جهات معينة. فهذه مشكل في التنزيل. والمشكل الاخر اللي كيعرفوا الصغير والكبير في التنزيل هو ان الناس هاد 8 مليون اللي ما مشاوش لا الامتضى ما مشاوش الامتضى وشنو المشكل ديالهم الان؟ المشكل ديالهم هو انهم لا يستفيدون. كيمشي كيقول له لا انت عندك حق مغلق كيعطي البضاعه ودي راني كنت في راه كنت انا في امتضى راه كنت في رميد وراه كنت في امتضى ودابا كيقول له لا تغير المؤشر. شنو معنى تغير المؤشر؟ 9.256 ل 9.5 ل 9.7 هادو المتغير. والتغييرات واش ممكن ان تقعها في سنه واحده؟ كان كيستافد توقف له الاستفاده. والادهى والامر هو انه من جانب ما بقاش كيستافد بالتغطيه الصحيه ومن جانب اخر كنقولوا نعطيوك الدعم. هذا ما مقبولش نهائيا. كنعطيوك الدعم اذا باش تخلص وخصنا نقولوا للمواطن نيشان
فإذن هذه القضية ديال المؤشر بين قوسين لا وخاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية راه طرح إشكال كبير جدا وخصنا ناخذوه بعين الاعتبار. فهذو هما الإشكالات الكبرى ديال التنزيل ديال الحماية الاجتماعية يعني اللي حنا درنا فيها مبادرات رقابية وحتى تشريعية لكي نصححها ونساعي ما فيها لأن هذا مشروع كيهمنا نحن كما يهم جميع المغاربة. أنا على بعد أيام من ذكرى 25 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، حنا 25 سنة قلناها ونكررها، 25 سنة من الإنجازات، 25 سنة من الأوراش في مختلف المجالات، في البنية التحتية، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، يعني في عدة جوانب، في الجانب يعني حتى العسكري حتى الدبلوماسية، الجانب الديني إلى غير ذلك. فإذن 25 سنة الحمد لله ديال العطاء للمغرب، ديال المغرب ديال 99 ماشي هو المغرب ديال 2024. هذا التطور الكبير جدا كان بفضل جلالة الملك، بفضل يعني قدرته على يعني التقدم بالبلاد، واللي كان عنده مسؤولية كبيرة. طبعا كانت هناك تحولات، ملي كنقولوا الدستور الجديد الذي طبعا الخطاب ديال 9 مارس يعني بقي مشهودان، بلادنا الحمد لله أهم شيء بالنسبة لي تنعم بالأمن والاستقرار، بالأمن والاستقرار هذا اللي ما كنوجدوش في واحد العدد ديال البلدان اللي كنتمناو لها كل الخير، ولكن حنا كننعموا به، كننعموا بواحد الموقع استراتيجي، وطبعا المستقبل أمامنا كله مزدهر. كاين نواقص الكمال لله، كاين نواقص، حنا كنقولوا العشر سنوات اللي قضيناها الى جانب جلاله الملك في التدبير من خلال الحكومه ديال الاستاذ عبد الله كيران والحكومه ديال الدكتور سعد الدين العثماني، ساهمنا مساهمه مقدره يعني في عدد من الجوانب اللي كنا الى جانب جلاله الملك. ولكن كتبقى هناك نقائص. اذا ملي كنقراو 25 سنه الغالب عليها هو الايجابي، ولكن كاينه بعض الامور اللي حنا لازلنا نتردد فيها، فيما يتعلق بتنزيل الديمقراطية للدستور، فيما يتعلق بالحريات حقوق الإنسان. نتمنى أنه في هذه الذكرى يعني الذكرى 25 أن يقع انفراج في هذا المجال، يعني كما وقع عدة مرات. طبعا وقع في 99، وقع في 2004، وقع بعد ذلك يعني في مناسبات كثيرة. فنحن أملنا كبير أن بلادنا تقطع مع كل هذه النواقص ونمشيو للامام، نكونوا مزيانين في كل شيء، وخاصه ان امامنا اوراش كبرى، امامنا يعني الـ المشروع الضخم، يعني المشروع العالي المشيغ الافريقي ديال الاورو المتوسطي ديال الدخله الاطلسي الكبير، امامنا كذلك هذه الاوراش اللي غتفتح وخاصه ديال عندها علاقه بكاس العالم ديال 2030، وكاينه اوراش اخرى اللي فتحها بلادنا على مستويات اخرى اللي خصنا نمشيو حتى هي نحقوا فيها ونجزوا فيها ان شاء الله. واملنا كبير بان ننجزها ان شاء الله تعالى، واخا كتكون دابا حنا الجوانب راه متعلقين ملي كنشوفوا هذه الحكومه الاختلالات هذه كاينه وخصنا ندركوها، ويمكن ان نتداركها كما قلت بالانتخابات وصافي ونبدلو، لانه واحد الوصمه في هذه الحكومه ولا في هذه الفتره هذه، واش كتعرف عدد ديال المتابعين في الفساد؟ وحنا قلنا من النهار الاول، قلنا ودي هذه الحكومه تطبع مع الفساد، هذه الحكومه فيها المستوى ديال الريع طالع، فيها المستوى التضرب المصطلح طالع، فيها يعني المؤشرات كلها معها طلعت ديال الفساد، حتى التقرير ديال الخارجية كيتكلم على هذا الشيء، وحنا تكلمنا على هذا الشيء قبل. فلذلك هذه من بين الجوانب على كل حال التي يجب أن نتداركها كذلك.